السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما فعلت صانعة حلويات لعائلة جزائرية بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة أحد أفراد العائلة وأغضب كل الجزائريين. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. ما زالت المهازل تتواصل في الآونة الأخيرة، فبعد كعكة الطلاق صنعت صانعة حلويات كعكة بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة أحد المواطنين. والأدهى والأمر من ذلك أن هذه الكعكة مكتوب عليها آيات قرآنية من الذكرى الحكيمة، فوجب على السلطات الجزائرية التدخل فورا ووضع حد لهذه المهازل والتي لا تمثل لا الجزائريين ولا المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل.